استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بمكتبه في قيادة الحرس الملكي سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده في مملكة البحرين. خلال اللقاء رحب سمو قائد الحرس الملكي بسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة لكل ما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تشهد على الدوام ازدهارا كبيرا في كافة المجالات.